هشام عبود جيش يديرهم دوما الإرهاب يا ليش يديرهم هشام عبود جيش يديرهم دوما الإرهاب يا ضحية الحادث اللي صرى البارح في تندوف هو شاب، على كل حال شاب اسمه محمد والتشيباني. الصورة هذا شاب برتبة رقيب ومن ضمن الحرس الشخصي للرئيس الموريتاني. بعد كان هو ضحية هذا الحادث، بعد الحادث نقلوا الجثمان ديالو إلى مستشفى تندوف، كما نقلوا كذلك زميله اللي كان جريح عند روح، نقلوا حتى هو إلى مستشفى تندوف. ومن بعد جاءت طائرة عسكرية موريتانية هي اللي نقلت الجريح وجثمان الفقيد. وصلوا في الليل يعني مخرين إلى المكان يعني بين يسكن هذا الشاب هذايا. لما وصلوا نشوفوا صور، عندنا الصور على كل حال. شوفوا عندنا هذا يعني الصندوق اللي جابوا فيه جثة محمد ولد شيباني، وهذه صور وصول الجثمان. وقع صافي الله أود مستوطن هذا الزلولة هو اللي تواصل. وكان فيه حفل ديني في بعد ما وصل الجثمان يعني الشاب هذا محمد الشيباني. والحفل كان حضره وزير الدفاع الموريتاني، حيث تم تلاوة الفاتحة على روح الضحية. وتصور لو كانت فيه محاولة اغتيال، يعني الموريتاني اليوم قراب لهذاك الشيء، تصور جايبين لهم ولدهم ميت وعارفين باللي وراها محاولة اغتيال تاع الرئيس، ساكتين ما يقولوش ألجيريا ألجيريا أساسان، ما يقولوش كذا، ساكتين. هذه النجمة الأطروحة تاع الاغتيال هذه الآخر، الله يهديكم والله عبود، يعني تزيدوا تلفوا تظلوا الرأي العام. مانيش عارف شنو القصد تاع التضليل هذا. يقول إذا أردت أن تدين النظام الجزائري تقد تدينو في الكذبة تاع البارح، وإلا سيدي حتى
واجب العزاء. واجب العزاء دوك نتكلموا عليه بعد الجنجل باش نخلوه هذا نقطة واحدة. تكلمنا على الشاب هذايا، دوك نتكلموا على واجب العزاء.